وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. في يا بلادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا اللقاء الخاص، هذا اللقاء الذي وددنا أن يتكرر مرارا وأن يكون مبكرا. نعم، في وقت المحن، في وقت الأزمات، لابد أن ننظر إلى علمائنا وأن نستمع لعلمائنا، لأنهم هم الذين يعرفون الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى. ولا يمكن أبدا لعبد أن يسعد إلا بطريق الله، فهو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم ما يسعدهم، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يشقيهم. لذا قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أين نعرف ما أنزله الله وماذا أراد الله منا وما هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كيف نرفع بلدنا؟ كيف تتقدم مصرنا؟ كيف تتقدم الأمة؟ كيف تتوحد الأمة على المنهج الذي يرضي الله والذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالإسلام دين شامل كامل. نفرح بهذا اللقاء الذي نستمع فيه لعلمائنا حتى يأخذوا بأيدينا إلى طريق ربنا وإلى نهضتنا وعزنا، فمع مجموعة من مشايخنا وعلمائنا نعيش هذه الدقائق، نعيش هذه اللحظات مع كلماتهم الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها الأثر البالغ في نهضة هذه الأمة وفي رفعتها، لنقترب من ربنا سبحانه وتعالى. فمع مشايخنا الفضلاء نرحب بهم، فمع شيخنا الحبيب محمد حسان حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، فأهلا وسهلا مرحبا فيك فضيلة الشيخ. مرحبا، الله يكرمك شيخنا. ومعنا أيضا فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، رئيس أنصار السنة المحمدية، شيخنا بارك الله فيك وأهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. ومعنا أيضا شيخنا الحبيب وحيد بالي حفظه الله وبارك الله فيه وفي سعيه، فأهلا وسهلا بك. مرحبا. أهلا ومرحبا، بارك الله فيك. ومعنا أيضا فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، أسأل الله أن يبارك فيه وفي كتاباته، الذي دائما يكتب عن الأسرة وكيف تنشأ الأسرة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا مرحبا بك يا شيخ جمال. ومعنا أيضا حبيب قلوبنا فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه وفي جهوده، فأهلا وسهلا مرحبا بك دكتور سعيد. ومعنا أيضا الشيخ الحبيب أبو بكر الحنبلي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، فأهلا وسهلا بك شيخ. حياكم الله وبارك فيك. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا.
هذا اللقاء الخاص مجلس شورى العلماء والأوضاع الراهنة. ما أحوجنا أن نستمع لمشايخنا وعلمائنا في هذا التوقيت الذي ينبغي فيه أن نصم آذاننا عن الكثيرين الذين ما أرادوا ببلدتنا النهضة، وينبغي أن نستمع لكلام علمائنا الذي يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ويقربنا من نهضتنا وعزنا. لكن قبل أن نخوض في أي مسألة من المسائل وأن نطرح مشاكلنا وهمومنا وأزماتنا على مشايخنا ونقول لهم ماذا نصنع، ما الذي ينبغي علينا أن نفعله، ما هو الواجب علينا تجاه بلدنا تجاه ديننا، ينبغي ابتداء أن نتعرف على سؤال مهم، ألا وهو: من هم مجلس شورى العلماء؟ ومتى أسس هذا المجلس؟ ما دوافعه؟ ومتى تم تأسيسه؟ فإننا نسمع عنه في الآونة الأخيرة فقط. ويجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور عبد الله شاكر حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فبداية أشكر الله تبارك وتعالى على توفيقه وامتنانه وعلى أن جمعنا في هذا الجمع المبارك، الحمد لله، وألف بين قلوبنا. كما أنني أشكر أيضا إخواني من المشاهدين والمشاهدات الذين يساهمون معنا في مشاركات تتعلق بواقع هذه الأمة كما هو معلوم. نعم. إخواني الكرام، كما تعلمون الأحداث التي مرت بها مصر، وقبل هذه الأحداث كانت هناك أمور وأمور. لما وقعت هذه الأحداث ونحن في بلد إسلامي وعندنا مؤسسات رسمية في الدولة وعندنا أيضا دعوات مختلفة تقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نعم، لمست أنا شخصيا أن بعض الفتاوى أحيانا قد تتعارض أو قد تختلف أو يقع فيها لون من ألوان التضارب، وهذا لا شك يعني يمكن أن يحدث الاختلاف، طبعا بعض النزعات أو النشأة أو غير ذلك، أو حتى يعني تلقي المعلومة أو الخبر. ونحن كأمة إسلامية نعيش في مجتمع واحد وعندنا كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة فكرت مع إخواني أن إحنا نجمع علماء الأمة، نعم، وعرضت هذه الفكرة على المشايخ الفضلاء من الحاضرين وممن حضروا معنا اللقاء الأول بحمد الله تبارك وتعالى. الحقيقة استحسنوها، قلت بأن احنا اليوم في وضع صعب جدا، نعم، يجب أن نتكاتف، نحن ندافع عن مبدأ واحد، عن قضية واحدة، نحن نعتز بهذا الدين وبهذا الإسلام ونرغب أن نمكن لدين الله في الأرض، نعم، فلماذا لا نتكاتف، لماذا لا نكون قوة واحدة في وجه من يمكن أن ينال من الإسلام أو من المسلمين أو يعطي صورة سيئة لا تليق خاصة بأهل السنة والجماعة. نعم. ففكرنا في هذا اللقاء، ولأمر مهم أيضا ذكرته لإخواني في البداية، قلت إن نريد أن نوحد ما يعرف بالخطاب الديني، يعني نوجه للأمة كلمة واحدة، نعم، نتفق عليها فيما بيننا، نتشاور عليها، نجتمع لها، كل واحد منا يبدي رأيه، كل أخ من إخواننا يسدد أخاه فيما يقول إن احتاج الأمر إلى ذلك، ولا شك أن بعضنا يحتاج إلى بعض. استمعنا في الحقيقة في لقاء أول كان مباركا الحقيقة، دعي إليه جميع إخواننا الحاضرين وأيضا يعني بعضا من الغائبين، كان ربما يتجاوز العدد أكثر من 30 عالما من علماء الأمة. حرصنا ألا يكون هناك توجه بيننا معين، نحن كلنا ندين بدين الإسلام، نعم، ونشهد لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، صلى الله عليه وإن وسلم. كان عندنا لون من ألوان الخلاف في بعض القضايا أو ما إلى ذلك، فلماذا لا نجتمع، نعم، ليبين بعضنا لبعض وجه الحق في المسائل التي يمكن أن، نعم، يقع فيها خلاف بيننا. ونحن في الحمد والحمد لله تبارك وتعالى كلنا من أهل السنة والجماعة، الله، يعني لم نعرف عن أحد أنه تلبس ببدعة أو دعا إلى بدعة أو وقع في بدعة، وإن كان يخطئ، نعم، الكل يصيب، نعم، نحن نعترف بأننا لدينا من الخطأ ما يمكن أن يقع منا كما وقع من أعلام الأمة، نعم، ولا يسلم الإنسان من خطأ يمكنه أن يقع فيه، ولكن الله، العبرة بالمنهجية العامة التي نحن عليها، نحن ننتسب الحمد لله إلى السنة ونرى في إخواننا كذلك، فأردنا أن احنا نجمع هؤلاء جميعا لنخرج بقول واحد الأمة تحتاج في هذه المرحلة الحرجة ألا تشتت،
أو ألا تضيع أو ألا تتضارب عندها الأقوال. فكان الحمد لله اللقاء الأول في لهذه للأمة الإسلامية في مصر عموما أو لعلماء الأمة. نعم. حرصنا نحن نمثل فيه بكل التوجهات الموجودة. إخواننا من علماء الأزهر الشريف كانوا يحضرون معنا. يصعب علي الآن تحديد الأسماء، ولكن الحمد لله يعني كان هناك طائفة من أهل العلم والخير والفضل وينتمون إلى المنهج السلفي الصحيح الحقيقة. نعم. ونحن يعني بعد أن انتهى مجلسنا، وأذكر وإخواني يعني يذكرون هذا، أن المجال أتيح ليتحدث كل مشارك ويدلي بدلوه. وإحنا في مجلة التوحيد نشرنا هذه الكلمات في العدد الذي أتى مباشرة بعد هذا الاجتماع. الله أكبر. الحقيقة أخونا الشيخ المبارك الشيخ محمد حسان، ونحن أذكر على طعام الغداء، وأخونا الدكتور جمال مراكبي، ربنا يبارك الحقيقة فيه. قالوا لماذا نحن الآن عددنا يعني قد يكون يعني فيه هلوم من ألوان الاتساع، لماذا لا نلتقي مرات ومرات؟ لماذا لا نكون من هؤلاء بعضا من أهل العلم يجتمعون فيما بينهم ويلتقون ويخرجون على الأمة بحلول لمشاكل يمكن أن تكون؟ يتواصل هؤلاء الدعاة مع إخوانهم من جميع الأطياف المتواجدين، والحمد لله نحن نعرف الشيخ كيف شارك هنا وشارك هناك وحل إشكاليات هنا وحل إشكاليات هناك. فكان هذا المجلس بهذه الكلمة ونحن على طعام الغداء. نعم. فأنا الحقيقة رغبت أن يكون بعد أسبوعين، الشيخ أصر أن يكون كنا يوم السبت، قال لا فليكن السبت القادم. الله. وقد كان بالفعل السبت القادم اجتمعنا إخواننا الموجودين وقررنا أن احنا يكون بيننا لقاء محدد. نعم. شهري نتناول من خلاله القضايا التي تطرح على الساحة. نعم. والأمر لا يقتصر علينا فحسب، المجلس له لجان مختلفة أيضا مشكلة بترجع إلى هذه المجلس يرجع إلى هذه اللجان فيما يحتاج إليه من استفسارات أو رؤية معينة، أو عندنا ناس في الاقتصاد، ناس في السياسة، ناس في الجوانب القانونية، وناس حتى في الجوانب مثلا العلمية الطبيعية التي قد نحتاج إليها في بعض الأوقات. والحمد لله تبارك وتعالى على ذلك، ولا أحب أن أطيل حتى أترك المجال يعني لإخواني. بارك الله فيك، وهذا طلب يعني كل الناس، وإذا توحدت العلماء إن شاء الله تتوحد كلمة الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن أنتقل إلى شيخنا الحبيب محمد حسان في سؤال مهم، أود أن أسأل، ربما يتساءل الآن بعض إخواننا وأخواتنا، هل اقتصر مجلس شورى العلماء على مجموعة من العلماء دون آخرين؟ جزاك الله خير، هذا سؤال مهم يعني ما أحببت أن أشير إليه في كلمتي. نعم. حتى يفرد بالذكر. نعم. لأنه فعلا مهم. المجلس ده انبثق عن مجموعة كبيرة من العلماء. نعم. فليس المجلس مقصورا على هيئة بعينها، ولكن فقط رأينا تخفيف العدد ليسهل التواصل. نعم. وليمكن أن يعني تتم اللقاءات، وفي نفس الوقت المجال مفتوح عندما نحتاج أن احنا نتشاور مع إخواننا مع علمائنا من ينضم إلينا، نرجع إلى اللجان المختلفة. نعم. فالمجلس هو مجلس علمي للأمة، يعني مفتوح لعلماء الأمة، ليس مقصورا على هؤلاء نحن فقط. نحن نتشاور أيضا. نعم. مع إخواننا ونتواصل مع أهل العلم، وعندنا اللجان الحمد لله مختلفة غير ما، ونستفيد مما هو قائم. يعني ليس معناها ان احنا بنفرق بين المشايخ اللي في المجلس وغير لا المجلس، لا كلهم اخواننا الحمد لله. نعم. ونتواصل معهم حتى ان لم يكونوا معنا الان او يحضروا معنا بعض اللقاءات في البنات، عندنا تواصل من جوانب اخرى متعدده الحمد لله. طيب انتقل الى شيخنا الحبيب محمد حسان حفظه الله، ويقول اكيد مجلس شورى العلماء في هذه الازمات حينما يجتمع اراد ان يخرج الامه مما هي فيه، ولا شك اننا يعني نختلط الآن بواقع يحتاج إلى كلام في السياسة، فهل يا ترى مجلس شورى العلماء وهم من علماء الدين هل سيتحدثون في السياسة، خصوصا أن من الناس من يقول لا علاقة بين السياسة والدين وما الذي أدخل المشايخ في ذلك، وهل المجلس له رؤية سياسية معينة نود أن نطرحها على الناس لنعرف ما سياستنا التي ينبغي أن نسير عليها؟ الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين، وبعد فأنا أحيي المشايخ جميعا وأقول لهم يعني جزاكم الله خيرا وأنرتم قناة الرحمة وأنرتم سماء الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا الإخلاص والقبول. أمين يا رب. وجزا الله أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر رئيس المجلس خيرا على هذه الدعوة المباركة وعلى هذه اللمحة الطيبة أن يعرف
الأمة بمجلس الشورى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلس خير وبركة. آمين يا رب. آمين يا رب. وأود أن أقول بأن الوظيفة الأولى لمجلس الشورى ولإخواننا جميعا من رموز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أقول إن الوظيفة الأولى هي الدعوة، الله، وستبقى الدعوة وظيفتنا الأولى والأخيرة إلى أن نلقى سيد الدعاة وإمام التقاة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن نتنازل أبدا عن أشرف وظيفة. نعم. ولا ينبغي أن يتصور البعض أو أن ينتظر البعض أن رموز الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مجلس الشورى أو من إخواننا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ولا تعارض البتة بين المجلس والهيئة، فالدكتور عبد الله في الهيئة والدكتور سعيد في الهيئة وأنا في الهيئة، ولا تعارض أبدا بين هذه الكواكب المشرقة المنيرة في سماء الدعوة إلى الله خاصة وفي سماء مصر، في سماء الدعوة عامة وفي سماء مصر خاصة، لأن الأمة الآن في ظل هذه الأزمة تحتاج، مهما كثر المحللون والسياسيون، تحتاج أن تسمع الكلمة الحق والكلمة الحقيقية من العلماء والدعاة إلى الله الذين يقولون قال الله قال رسوله. نعم نتكلم في السياسة، لكن في السياسة الشرعية نريد أن نعلم الأمة سياسة جديدة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ندين لله جميعا بأن الإسلام دين شامل كامل له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة، فلم ينزل الله تبارك وتعالى هذا الإسلام العظيم الذي يضمن به السعادة لأهله المتبعين له في الدنيا والآخرة ليظل هذا الإسلام محبوسا في الصدور أو محبوسا في الزوايا في المساجد أو هنا أو هنالك، وإنما يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بمجموع حياتكم، ولا ينبغي أن تشذوا عنه أبدا، ولا تختاروا منه ما تشاءون وتتركوا منه ما لا يتفق مع أهوائكم ورغباتكم. فربنا جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فنعم نحن لا نفتن إن شاء الله تعالى ولن نحيد أبدا عن بعض ما أنزل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نقف مع القرآن ونقف مع السنة لنمتثل الأوامر الربانية والنبوية أمرا أمرا ونهيا نهيا وحدا حدا. ونريد أن نقول للأمة الآن بأنه لا سعادة لك أيتها الأمة الحبيبة إلا إذا عدت إلى هذا الدين بشموله وكماله. وأنا أتعجب وأقول كيف يكون الإسلام حكم في وقت يقضيه المسلم أعزك الله في دورة المياه، كيف يكون للإسلام حكم في هذا الوقت، كيف أجلس، كيف أدخل، كيف أخرج، ماذا أقول، وإلى غير ذلك من آداب نعرفها جميعا. وينسى الإسلام حاشا وكلا أن يضع لنا حكما واضحا بينا شافيا كافيا في الإعلام والتعليم والسياسة والاقتصاد والتعامل مع المسلمين والتعامل مع غير المسلمين إلى غير ذلك. نعم لا نقول أبدا بأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، إذ لم يبعث الله رسولا ولا نبيا إلا بشريعة محكمة ليسوس هذا النبي وهذا الرسول قومه بهذه الشريعة التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى. وأنت ترى البشرية الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم وتبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين أعرض عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فواجب على الأمة الآن ألا تسمع لثقافة الضجيج، لثقافة الإثارة التي تريد أن تقول بأنه لا ينبغي أن نزج بالإسلام الطاهر السامي في هذه الأمور المتغيرة. فالإسلام مطلق والواقع متغير، ولا ينبغي أن نحكم المطلق في النسبة أو المتغير، هذا حق يراد به باطل. بل نقول لهم الإسلام نريد أن ترجع الأمة كاملة إلى الإسلام كله، فالإسلام يتسم بالتكامل والشمول، يتسم بربانية المصدر، بربانية الوسيلة، إذ لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية، ويتسم بربانية الهدف والغاية كذلك، وكذلك يتسم بالتوازن والاعتدال، يتسم بالتميز والمفاصلة، يتسم بالرحمة والسماحة، لأنه دين الخالق الذي يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. نعم فالعلماء الآن يبينون للأمة سياسة شرعية جديدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني سنسمع في الفترة القادمة السياسة الشرعية في الإعلام، السياسة الشرعية في الاقتصاد،
يعني سنسمع هذا من علمائنا السياسة الشرعية في كل هذه الأمور. بدأ العلماء يطرحون هذا بالفعل، نعم، ونحن نطرح ذلك من قبل، نعم، لكن ربما يسمع الناس لأول مرة ما أقوله الآن بالسياسة الشرعية، نعم، لا أقول لأول مرة، لا بصورة مكثفة، نعم، يعني الآن هناك زوم إعلامي كما يحلو لهؤلاء أن يقولوا على هذه السياسة الشرعية التي جهلتها الأمة طيلة السنوات الماضية، التي كان يردد فيها من يسمون بالنخبة بأنه لا سياسة في الدين ولا دين، نعم، في السياسة. والآن علماؤنا جميعا من علماء أهل السنة والجماعة، من أصحاب المنهج السلفي، من أصحاب المنهج الرباني والنبوي، نعم، الذي نشرف جميعا بالانتساب إليه والانتماء إليه، ونرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء أننا من أنصاره بإذن الله تعالى، وإلى أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض إن شاء الله جل وعلا. أقول الأمة ستسمع من علمائنا في هذه الآونة بفضل الله تبارك وتعالى حكم الإسلام في كل جزئية من جزئيات الحياة بما يسميه علماؤنا السياسة الشرعية. وقد أفرد الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه كتابا الله كاملا من، نعم، أروع ما كتب في السياسة الشرعية، نعم، وما قرأت شرحا أمتع من شرح شيخنا ابن عثيمين لهذا المتن والأصل الكبير. بارك الله فيك شيخنا، وهذا كلام طيب جدا، يعني سندخل الدين في كل شيء لكي يرتفع كل شيء ولكي يعز كل شيء. طيب في يا شيخ وحيد بارك الله فيك، في بيقولوا على الفيسبوك مظاهرة لتطبيق الشريعة، عايزين نطبقوا الشريعة بقى في كل شيء، ما موقف المجلس من دعوات المظاهرات المليونية على الفيسبوك خصوصا مع مسألة تطبيق الشريعة، وهذا مجلس شورى العلماء من علماء الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا، إذا أراد الناس أو الشباب أن يقوموا بشيء لابد أن يكون لهم قائد، نعم، الفيسبوك لا يمكن أن يكون قائدا لأحد، ولا، نعم، يدري من الذي يكتب ومن الذي يأتي ومن الذي ينضم، نعم، ولذلك فأنا أتساءل من الذي نادى بهذه المليونية، وهل قادها أحد من العلماء المعاصرين المشهود لهم بالأمانة، أم هم مجموعة من الشباب تجمعوا على هذه الفكرة واستحسنوها؟ حتى الآن بحثنا فلم نجد أحدا يقوده، إنما يقودون أنفسهم، نعم. الأمر الثاني، لو نظرنا إلى هذه النظرة، هل الشريعة الإسلامية ستطبق بمظاهرة؟ هل، نعم، الشريعة الإسلامية مجرد دعوة يقوم بها مجموعة من الشباب فالدولة ستستجيب وتطبق الشريعة في جميع أنحاء البلاد؟ هذا كلام سطحي ساذج. ولذلك فنحن نقول إن مثل هذه المليونية أحد أمرين، نعم، إما أن يكون مجموعة من الشباب الذين لا علم لديهم فقاموا بها عن طريق العاطفة فقط، نعم، وإما أن يكون هناك أناس مدسوسون يريدون أن يوقعوا الإسلاميين في فخ كبير، وهم يعلمون أن الإسلاميين يحبون تطبيق الشريعة الإسلامية، نعم، فأتوا إليهم من الباب الذي يحبونه لكي يثيروا الناس ويثيروا العواطف، ويقوم بعض الشباب الذين لا يفهمون شيئا فتحدث الصدامات. ولذلك فنحن نقول بأن مجلس شورى العلماء يرى أن هذا كله لا أساس له، وإننا نقول لشبابنا إن كل عالم في ميدانه يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، نعم، ولكن ليست بهذه الطريقة. يعني نحن نريد تطبيق الشريعة لكن طبعاً ليس بهذه الطريقة. نعم، نريد تطبيق الشريعة الإسلامية، وما الذي يجعل العلماء يجوبون مصر شرقا وغربا يعرفون، نعم، الناس بالشريعة وبالأحكام كما قال مشايخنا، أحكام الشريعة في الاقتصاد، أحكام الشريعة في التعليم، أحكام الشريعة، نعم، في السياسة إلى آخره، كل هذا عبارة عن أطروحات عملية لتطبيق الشريعة الإسلامية، لكن، نعم، الشريعة لا تطبق بهذه الطريقة، إنما تطبق بطرق شرعية وبقيادة ربانية. نعم، جزاك الله خيرا. ما زلنا نتعرف على مجلس الشورى ماذا سيصنع. عرفنا أنه وحد مجموعة من العلماء، وليس معنى أنه أخذ مجموعة من العلماء وترك الآخرين أنه على افتراق مع الآخرين، لا. وعرفنا أن الدين سيدخل في كل شيء، وأن السياسة من الدين، وأن كل شيء في الدنيا له حكم.
وعرفنا أننا نريد تطبيق الشريعة لكن ليست بهذه المظاهرات، ما زلنا نتعرف على مجلس الشورى؟ فدعونا نقترب أكثر ونسأل الشيخ جمال عبد الرحمن سؤالا، هل مجلس الشورى له علاقة بالحكومات والدول العربية أو الدول الإسلامية أو بالحكومات الغربية؟ يعني هل سيكون بين مجلس الشورى وحكومات الدول العربية شيء أو سيوجهون إليهم شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المايك شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يعني إضافة إلى مسألة الفيسبوك واستفادة الناس منه، شريعة ربنا سبحانه وتعالى تحدد لنا من الذي يقود الأمة في الأزمات، بل في ما يفرح الأمة ويؤمنها. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نعم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. إذن فأمر يخص الدولة سواء أمنها أو خوفها، هذا الأمر لابد أن يكون كما قال الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، لابد أن يرجع في هذا الأمر إلى أهل الاستنباط. أما إذاعته كما قال الله أذاعوا به، هو ذا الفيسبوك. نعم. والله يستنكر في هذا في هذه الآية على الذين يشيعون ويذيعون الأخبار بدون رجوع إلى أهل الاستنباط. نعم. إلى أهل الاستنباط. أما بالنسبة لتواصل المجلس الذي أعتبر الحاضرين فيه هنا نواه وقلب. نعم. نواه وقلب لعلماء الأمة في مصر، والباقية حولهم والتواصل حولهم. وقد حدثت قضية قبل ذلك، يعني اشترك فيها أغلب الحاضرين، مشكلة كانت في مصر، وأذاع الشيخ محمد حسان حفظه الله بيان بمشورة أكثر من 30 عالما في هذه المسألة. نعم. فيتصل بالناس فعلا ويؤخذ رأيهم يعني سعادة البلاد والعباد. أما بالنسبة لدور المجلس في الاتصال أو التعامل مع القضايا، هو ليس الاتصال بالحكومات الغربية وإنما التعامل مع القضايا التي يثيرونها. فمثلا فرنسا. نعم. فرنسا وقفت موقفا سيئا بالنسبة لحجاب المرأة المسلمة. نعم. وهم ينادون بالحرية وينادون بالديمقراطية وينادون بحقوق الإنسان، كلام كثير يعني يجترونه، لكن ليس له حقيقة ولا ظل في معاملة أهل الإسلام. فالمجلس يوجه نداء إلى هذه البلاد بحيث تقوم هذه البلاد باحترام حقوق الإنسان المسلم، هذه الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد الغرب لابد من احترام حقوقها كما يدعونهم ويدعون ذلك. فنادى المجلس وناشد الحكومة الفرنسية. نعم. وهم أهل مصالح في بلادنا. نعم. كلهم أهل مصالح، يعني لو تكلمنا معهم بمصالحهم التي يحتاجونها عندنا لعرفوا فعلا قدرنا. فنناشدهم وناشد المجلس هذه الحكومات ألا تضيق على المسلمين والمسلمات خاصة في مسألة الحجاب. وكذلك هناك تواصل بين المجلس وقضايا الأمة العربية، فبننظر في قضايا ليبيا، قضايا اليمن، قضايا سوريا وغيرهم، ننظر في هذه القضايا جميعا ونحث المسلمين جميعا على معاونة هؤلاء الناس ومد يد العون لهم سواء المعنوي أو المادي بالمساعدات. وبننادي أيضا حكام هذه الدول بألا يكونوا سيفا مسلطا على رعاياهم. وقد أقسموا القسم قبل ذلك بألا يفرقوا شمل البلاد وأن يحفظوا أمنها، فها هم الآن يقتلون في أبناء شعبهم. فبنناشد دائما هؤلاء الناس، هؤلاء الحكام، أن يكفوا أيديهم عن شعوبهم ويتفاهمون معهم. نعم. حتى يعني يعم الأمن البلاد. يعني مجلس شورى العلماء لن يترك قضية من القضايا إلا وسيتحدث فيها، وليس معنى ذلك أن له اتصال مباشر
بأي حكومة من الحكومات في الدول العربية أو الغربية، إنما أي قضية للمسلمين في أي مكان في دولة عربية أو غربية سيتكلم فيها ويظهر لنا. نعم، هي نداءات، وقد اتسع توزيع هذه النداءات في هذا الزمن. نعم، والعلم الذي علمه الله لنا نستفيد به في نشر هذه النداءات على الإذاعات وعلى الصحف وعلى النت، بحيث أنها تصل إليهم ويعرفون ما الذي يريده أهل الإسلام وأهل الشورى. نعم، جزاكم الله، ونحن نفعل ما نستطيعه. نعم، والله سبحانه وتعالى نسأله البركة إن شاء الله يوفقكم بإذن الله. آمين. سبحانه وتعالى. وهذا يعني مصداقا لقول الله، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون. لكن معنى ذلك أن كل شيء سيخضع لدين الله سبحانه وتعالى، ونحن نريد ذلك، لكن من الناس من لا يفهم هذا، من الناس من يفهم أن حل الأزمات لا يكون إلا في الديمقراطية. فننتقل للدكتور سعيد عبد العظيم، يعني الدين سيدخل في كل شيء، ومجلس شورى العلماء سيتكلم في كل قضية، والدين سيدخل في كل مجال من المجالات. هل الدين هو الذي سيرفع هذه الأمة ويرفع اقتصاد هذه الأمة ويرفع من علينا الأعباء في كل مجال، في أمور الأخلاق والتربية والاجتماع في كل هذه الأمور؟ فأين الديمقراطية وما موقفكم من الديمقراطية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الدين هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فالدين الذي رضيه لنا ربنا تبارك وتعالى دينا. نعم، شامل لكل ناحية من نواحي الحياة. نعم، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. نعم، أو أخلاقية. وديمقراطية بمثابة دين. نعم، عند أهلها. ولو قلنا فكر بعيد طبعا عن الآليات واختيار الحاكم وعزل الحاكم، لا، ده هذا دين موروث من اليونان. نعم، ولو قلنا ظلامي ورجعي ومتخلف لا نخطئ أبدا. ولو قلنا أن الليبراليين والعلمانيين يريدون سرقة سفينة الوطن أيضا لا نخطئ. لا نتكلم عن أقلية وأكثرية الآن، لكن هذا شعب مسلم، والواجب على الدنيا بأسرها أن تدين بدين الله، وأن تقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي. فديمقراطية والنزول على رأي الأغلبية حتى وإن خالفت شرع الله جل وعلا. نعم، وقولهم حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، هذا يتنافى مع قوله سبحانه إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، ولا يشرك في حكمه أحد. ولما حتنظر حتى في الحريات ويصلب النظام الديمقراطي حريات متفلتة. نعم، بمعنى غير مضبوطة بشرع ولا بدين، فيها شذوذ جنسي وأحيان كثيرة. والموضة الأخيرة عند العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين. نعم، تلمس الذات أو اتهام البعض إن فلان فعل كذا، إن أنتوا عايزين نرجع للإسلام مثلا الصوفية، الإسلام الشيعة، لإسلام الدولة العثمانية، لإسلام اللي قطع الأذن مثلا ونحو ذلك. والله الإجابة سهلة يسيرة، وإلا فالحكم البائد حينسب لدين أو لشرع، حيقال حكم علماني كان بيزعم أو بيذكر أنه حكم ديمقراطي وحاكم رئيس لدولة ديمقراطية، القذافي، الأسد، صدام حسين. إن قالوا هذه الصور شذوذات وانحرافات عن العلمانية أو الديمقراطية، قلنا أيضا لا تحتاجوا بانحرافات وشذوذات عن دين الله. نعم، الواجب علينا أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكل خير في اتباع من سلف. نعم، وكل شر في ابتداع من خلف. عندنا منهج إصلاحي حضاري بيقوم على الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج أبدا لاشترار
معاني التاريخ وماذا كان شأن الأمة عندما استقامت نعم. على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وما الحضيض الذي آلت الأمة إليه أو القصور أو تسلط الأعداء عليها إلا بسبب بعدها وانحرافها عن نعم. كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تدبرنا وانظرنا في الحريات الموجودة في النظام الديمقراطي، حرية نعم. المرأة، تبرج واختلاط، وحرية تملك بالربا، نعم. حرية رأي وحرية شخصية، ممكن يزني ويزنى به، يكفر بخالق الأرض والسماوات ويجوزونها يتركونها. بينما لو أخ من إخواننا، لا أقول ضبط متلبس بكلمة أو نحو ذلك، لربما أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشهيرا وتشويها، نعم. وطبعا لا يصح أن نتجارى مع هذه المسائل. يعني قصة مهمة جدا، نعم. قصة بلال وغيره من الموالي رضوان الله عليه مع أبي سفيان بعد صلح الحديبية، نعم. لما قدم أبو سفيان قال: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. نعم. فأبو بكر الصديق رضوان الله عليه قال: أتقولون هذا لسيد قريش؟ نعم. وذهب يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ونزل قوله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. إخواننا عندما يتكلمون في دين الله تبارك، مرجعياتهم هي الكتاب والسنة، يفترقون عمن منهجه هو الديمقراطية والشيوعية، حتى لو أصاب الحكم فهو مخطئ في المنهج الذي يدين به. فالواجب على الكل أن يسلم وجهه لله. بل حتى الشورى في النظام الديمقراطي تفترق عن الشورى عند المسلمين. البعض واهم، بيتوهم أن الديمقراطية هي الشورى. من الممكن أن يتم التشاور في موارد النصوص، يعني يتم تحريم الخمر مثلا أو لا يتم، لا يجوز التشاور، إن الحكم إلا لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا يصح الرجوع إلا لكتاب الله ولسنة رسول الله. فهذا منهج وذاك آخر، والواجب علينا أن نظهر إسلامنا وديننا. أنا حقيقة يعني في هذه المناسبة، وكنت أستشعر أنه لربما كانت الأسئلة تتعلق بمثل هذه القضية، أمامي كلمات، وانظر لحال النخبة المثقفة الديمقراطية اللي بينشد منها ومن ورائها قيادة الأمة، وكما أشار إخواننا الأفاضل، العلماء قادة والفقهاء سادة، ومجالستهم زيادة. هؤلاء هم الذين يتقدمون الأمة، يوضحون ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي قال يحيى الجمل: إن الله دكتاتور لا نستطيع أن نحاسبه. قال خالد منتصر: هذه نقولات، ما دخل الله في الحكم؟ فما كان الله في المسجد؟ انظر لحالة النخبة التي تقود الأمة، وأمة مسلمة المفترض أنها تدين بدين الله. الأمم والشعوب بتعلق على المشانق من خرج على دستوريا، فكيف بمن يكفر بخالق الأرض والسماوات أو يشيع رذيلة؟ نحن لسنا في مقامات تكفير أو توزيع تهم، ولكن هل هذه كلمات تليق؟ تقول فريدة الشوباشي: إن الحجاب صورة التخلف والجهل. وقال محمد البرادعي: إن أسوأ يوم في حياتي يوم أن تحجبت أمه. أعوذ بالله. يصلح هذا لأن يترأس أمة مسلمة والحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. عبد الله السناوي يقول: إن وجود آية العدل في المحاكم المصرية أمر مستفز. ده عايز سورة راقصة مثلا، ولا عايز كلام لماركس ولينين؟ إن وجود آية العدل، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه الآية مستفزة. ماذا نقول عن مثل هذه الكلمات؟ قال أسامة الغزالي حرب: إنه لن يسمح أن يحكمنا الإسلام. أما ليحكمنا إيه؟ أمة مسلمة يحكمها الكفر مثلا والباطل والضلال، تحكمها فرعونية مثلا، قومية اشتراكية،
إن لم تحكم بكتاب ربها وبسنة نبيها فبماذا تحكم؟ قال رفعة السعيد رئيس حزب التجمع إنه إذا وصل الإسلاميون للحكم فعلى الجيش أن يتدخل، وإذا لم يتدخل الجيش فعلى أمريكا أن تتدخل. هل هذه الوطنية؟ هل هذا هو حب الوطن؟ ولذلك عندما نقول أنفع الناس للناس المسلم، هو أنفع الناس للناس، حتى لأهل الكتاب، حتى للحيوانات، ولله الحمد، فضلا عن جموع المسلمين، فهذا تشريع رب العالمين بتتحقق الخيرات والبركات، ليس فقط في العاجل، لا، حياتنا ممتدة زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب المشاهدات. جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور. طيب أنتقل للشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، يعني فرق بين منهج الإسلام وبين المناهج الأخرى، كما ما بين السماء والأرض، كما ما بين النور والظلام، كما ما بين الحق والباطل. طيب هل مجلس شورى العلماء سيدخل أحد منهم إلى البرلمانات أو سيرشح أحدا لدخول مجلس الشعب أو لرئاسة الجمهورية مثلا ليتخذوا القرارات التي ستأخذنا إلى كتاب الله أم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنشكر الله تبارك وتعالى أن من علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك. ثم أقول: حي الله مشايخنا من أعضاء مجلس الشورى العلماء بمصر، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم دائما على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وأن يجعلهم أداة خير للأخذ بيد الأمة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. أما بالنسبة لما تفضلت بطرحه من سؤال، فليس هناك نية لأحد من مجلس الشورى أن يتقدم إلى مجلس الشعب ولا مجلس الشورى في الدولة ولا إلى رئاسة الجمهورية، ولكن هناك من أبنائنا وإخواننا وطلابنا سيتقدمون، فأقربهم إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، ومن كانت عنده شمولية قول الله تعالى الذي تفضل به مشايخ الكرام: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، الذي عنده فهم لحقيقة قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، الذي عنده معرفة أن الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرعة وقضاء ورحمة، الذي من المنان عليه باعتقاد هذا والقرائن والسلوكيات والقول يجلي ذلك عنده، لا شك أننا سنمد له يد العون والمساعدة والمعاضدة والمؤازرة والنصرة، وذلك انطلاقا من قول ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. ولا شك أن هذا من نصرة الله، السعي
إلى تعبيد أنفسنا لله وتعبيد خلق الله لرب الناس سبحانه وتعالى، حيث قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الترمذي حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالسعي لتعبيد أنفسنا لله عز وجل وتعبيد غيرنا لله فقط، فهذا لا شك أنه الواجب علينا ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، وزراء وخفراء، عربا وعجما، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، مثقفون وأميون. يجب أن نترجم قول ربنا في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعلينا أن نتجنب ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فخلاصة الجواب: ليس هناك أحد من مجلس شورى علماء مصر سيقدم نفسه بنفسه، لا لشعب ولا لشورى ولا رئاسة، لكن هناك من إخواننا وأبنائنا وطلابنا من سينزل سيتقدم فسنؤازر هؤلاء على قدر علاقته بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وسيعلن هذا إن شاء الله. وسيعلن هذا كما وجهنا فضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن شاكر وفضيلة شيخنا النائب شيخ حسان، أحسن الله إليهم وللجميع. الله المستعان. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب، طالما تعرفنا يعني على أمور عامة في بالنسبة للمجلس الشورى العلماء، في الآن كلام عن خط أحمر أو خطوط حمراء في الدولة. بعض الناس يتخوف ويخوف من الإسلام، وبعض الناس سواء بعلم أو بغير علم يخوف من الإسلام، خصوصا في مسألة غير المسلمين. فأنا أتساءل مع شيخنا محمد حسان: ما وجهة نظر مجلس شورى العلماء الآن في تطبيق الشريعة، وما الموقف من غير المسلمين الذين يعيشون في مصر؟ مجلس شورى العلماء ليست له وجهة نظر، إنما هو منقاد لحكم الله عز وجل، الله أكبر، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نفتئة على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس من حق أي أحد على وجه الأرض إن كان ينتسب إلى هذا الإسلام أن تطرح عليه قضية هل ستنادون بتطبيق الشريعة في هذه المرحلة أم لا. هذا ليس تطوعا ولا تنفلا ولا اختيارا، بل يجب على كل من ينتسب إلى هذا الدين أن ينقاد لشريعة الله المحكمة، لحكمه سبحانه وتعالى، ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال ربنا جل وعلا في آيات كثيرة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليس لا يوجد مسلم على وجه الأرض مخيرا، إنما يجب عليه أن يعلم أنه يجب عليه ما دام قد أسلم وأذعن واستسلم وانقاد لله تبارك وتعالى وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي وأن يقف عند الحد وأن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في كل جزئية من جزئيات الحياة. فأنا أود أن أؤكد أننا نطالب الآن وقبل الآن وبعد الآن وإلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى، بأنه يجب على الأمة أن تحكم شرع ربها سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد ينتسب إلى هذا الدين أن يحيد عن شرع رب العالمين وعن شرع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وعليه فكل جزئية من جزئيات الحياة، سواء في تعاملنا مع غيرنا من المسلمين أو مع غير المسلمين، فلنا دين يضبط هذا التعامل. لا نقول ذلك الآن سياسة، ولا نقول ذلك تملقا، ولا مداهنة لأحد، ولا من باب زخم الواقع الضاغط، وإنما نقول ذلك تدينا. نقول بأن غير المسلمين من الأقباط الذين يعيشون معنا هم ما شعروا بطعم الأمن ولا عرفوا حقيقة الأمان والسلم والسلام إلا في ظلال الإسلام. إلا في ظلال الإسلام. فربنا تبارك وتعالى يأمرنا بالبر لهؤلاء: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح سنن أبي داود عن جماعة من الصحابة: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بل لقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع، ونقل ذلك القاضي عياض، ونقل ذلك ابن المنذر، أن الأمة قد أجمعت على وجوب حماية
حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، بل وأجمع فقهاء المسلمين على أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم محرمة. فلا ينبغي أن يتصور أحد من غير المسلمين أنه في ظل شرع الله المحكم وفي ظل سماحة هذا الدين وعدله أنه سيظلم، بل ما شعر هؤلاء بالأمن والأمان إلا في ظل هذا الإسلام. وأنت تذكر وذكرت ذلك مرارا وتكرارا، لما تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني قائد التتار قتل شاه ليفك أسرى المسلمين، ليفك أسرى الأسرى جميعا، فعرض عليه قتل شاء أن يمنحه أسرى المسلمين فقط دون أسرى أهل الذمة. فقال له شيخ الإسلام في كلماته الجميلة: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، ولا ينبغي أن يساوم علينا أحد أو أن يزيد علينا أحد في أننا إذا حكمنا دين الله وطالبنا الآن بصوت مرتفع بتطبيق شرع الله أننا بذلك ندعو إلى ظلم الآخرين. بل ربنا يعلمنا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ربنا يعلمنا في أول آية من آيات القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. فربنا جل وعلا ليس رب المسلمين فقط، وإنما هو رب العالمين جميعا، ليس رب أمة دون أمة، بل هو رب الخلق جميعا. فالخالق هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فربنا تبارك وتعالى رب المسلم والكافر على السواء، لكننا لا نكره أحدا على الدخول في الدين بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين دعوة الآخرين إلى دين الله جل وعلا. فنحن نزعم بكل فخر أننا نحمل النور، نور القرآن والسنة، وقد كلفنا ربنا وحملنا هذه الأمانة العظيمة نبينا أن نتحرك بهذا النور لنقيم حجة الله على خلق الله في الأرض، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فليس من حق أي أحد أن يحول بيننا وبين دعوة الناس إلى الله بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة واللين والكلمة المؤدبة الرقيقة الرقراقة المهذبة. فإن لم يحل بيننا وبين الآخرين أحد، فنحن بعد ذلك لا نملك أن نكره أحدا على أن يدخل ديننا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. بل ويخاطب ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فأنا لا أريد أن أطيل، لكن أؤكد وأطمئن الجميع بأننا لا نقول ذلك من باب السياسة ولا من باب التملق لأحد ولا من باب زخم الواقع الضاغط، وإنما نقول ذلك تدينا، ونقول لغير المسلمين اطمئنوا، بل نحن نريد أن نعامل بما يعامل به غيرنا من غير المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على مصر أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب، أذهب إلى رئيس مجلس شورى العلماء فضيلة الدكتور عبد الله شاكر وأقول: الفتاوى التي ستخرج من هذا المجلس هل تعتمد فقط على آراء علمائنا من هذا المجلس، أم أنكم تعتمدون على مجامع فقهية، على فتاوى أخرى، علاقة الأزهر بالمجلس؟ جزاك الله خيرا. وإياك. في الحقيقة المجلس كما سبقا أشرت، نعم، في بداية انطلاقاته ضم عددا كبيرا من أهل العلم، وما زلنا على تواصل، ونحن عندما نجتمع بنقرأ الواقع، نعم، وندرسه، وكل واحد منا له تواصل مع إخوانه من العلماء. فما يخرج من مجلس شورى العلماء يخرج بعد دراسة مستفيضة لواقع تقع فيه هذه الأمة، وآراء مجمل أهل العلم فيه، ليس واحد أو اثنين أو ثلاث. الحمد لله نحن نسترشد بغيرنا ونتواصل مع إخواننا، والأمر يعني لا نعده مقصورا علينا. وقد أشرت من قبل السبب في أن يعني يجتمع هؤلاء الإخوة الفضلاء من أهل العلم والخير والفضل ليسهل التناول فيما بينهم والطرح. ونحن قبل ما يعني نجتمع نعد ورقة عمل وترسل إلى كل واحد منا ويدرسها وينظر فيها ويتواصل مع إخوانه، ويفتح بعضنا على بعض في كثير من المسائل. فالتواصل الحمد لله موجود وقائم، ومعنا من أهل العلم من الأزهر الشريف أيضا، من إخواننا الفضلاء أيضا من نتشاور معهم ونجلس إليهم وغير ذلك من علماء الأزهر. نعم، أساتذة بقية إخواننا. والله إحنا معنا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، أيضا فضيلة الدكتور جمال المراكبي، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي كان معنا في اللقاء الأول، وما زلنا على تواصل، فضيلة الدكتور علي السالوس وغير ذلك من إخواننا من أهل العلم والفضل والخير.
يعني ممن يعني الشيخ علي ونيس أيضا من علماء الأزهر الشريف في دار الإفتاء، الدكتور عبد العظيم مادو أيضا مع دكتوراه من الأزهر الشريف في قسم الدعوة، وهكذا هؤلاء كلهم نحن على تواصل معهم ونلتقي بهم ونتشاور معهم، وهم من إخواننا لم يظهروا معنا الآن. نعم. إلا أنهم يعني يعني الفتوى لا تعتمد على طائفة معينة، لا تعتمد أو اتجاه لا معين، تعتمد لا تعتمد، إنما حتى إنما لها اتصال بعلماء الأزهر، بعلماء الأزهر. نعم نعم ما شاء الله. نعم. طيب. وبكثير من العلماء الأمر ليس مقصورا. نعم. علينا. نعم. يعني كما أشرت أنا الآن البيان الذي يخرج ويصدر قبل أن نجتمع له في جدول أعمال، جدول أعمال يرسل إلى كل واحد منا. نعم. فنحن نتشاور مع إخواننا من أهل العلم والخير والفضل، فإذا اجتمعنا أدلينا بما توصلنا إليه، وبالتالي يتم إصدار البيان أيضا بعد تشاور وروية ونظر وغير ذلك. طيب بعض الناس فضيلة الشيخ وحيد حينما يتكلم يقول المشايخ يعرفون قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، طب هل يعرفون في الأمور الاقتصادية لكي يتكلموا عن اقتصاد مصر؟ هل يعرفون في الأمور الإعلامية ليتكلموا في الإعلام؟ في الأمور التربوية، الأمور الأخلاقية إلى غير ذلك؟ هل يستعين مجلس شورى العلماء بأهل التخصص في هذه المجالات إذا ما تكلموا في أي مجال من هذه المجالات؟ تكلموا في الاقتصاد، هل سيستعينون بأهل الاقتصاد؟ تكلموا في الإعلام، تكلموا في أي مجال من مجالات الحياة، هل سيستعينون بأهل التخصص في هذا الفن؟ بارك الله فيك. مشايخنا حفظهم الله يعرفون جيدا القاعدة الأصولية التي تقول بأن الفتوى فرع التصور. نعم. فلا يمكن أن يقدم المجلس على الحديث في قضية من القضايا إلا بعد التصور الكامل لها. نعم. فحينما تعرض قضية تتعلق بالاقتصاد، نعم، فهناك لجنة خاصة من الاقتصاديين على أعلى مستوى يتم التواصل معهم وطرح القضية بينهم. نعم. ويضعون الحلول، ثم المشايخ ينظرون إلى الحلول الشرعية وغير الشرعية، الموافق للشرع والمخالف للشرع، قضية تعليمية، قضية أمنية، قضية سياسية، قضية قضائية، كل قضية لها لجنة معينة. يعني عندنا بفضل الله عز وجل لجان متعددة، لجان قضائية، لجان سياسية، لجان اجتماعية، لجان اقتصادية. يعني آخر الاجتماع كان معنا لجنة من اللجان. نعم. على أرض الواقع. فأنا أقول بفضل الله عز وجل هذه اللجان، لأن الله عز وجل يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل هؤلاء أهل ذكر في تخصصه. لكن حينما يتكامل الاقتصاديون بخبراتهم الاقتصادية مع الشرعيين بخبراتهم الشرعية ويحدث مزيج، يتم تنقية الأشياء الاقتصادية المخالفة للشرع وإبراز البدائل الشرعية التي تنهض بالمجتمع. وقل مثل ذلك في النواحي التعليمية والنواحي الأمنية وغيرها من النواحي. فالحمد لله الأمر متسع والأمر مشروع. ثم هناك إيميلات مفتوحة لاقتراحات من كل ذو الفكر والعقل لإعطاء المجلس ما يريدون أن ينشروه. وأحب أن أنبه إلى مسألة، الحمد لله رب العالمين، الأمة الإسلامية ولادة. الأمة الإسلامية تلد العباقرة وتلد المفكرين وتلد الاقتصاديين وتلد السياسيين وتلد من يحمل أفكارا يمكن أن تنتشل الأمة من أزمتها. كل هذه الأشياء تعرض على مجلس شورى العلماء. لماذا؟ أمتنا، أو باختصار يعني مصر على الأقل ثم الأمة الإسلامية عامة، الآن في حاجة إلى بناء اقتصادي وبناء سياسي وبناء اجتماعي وبناء تعليمي وبناء أمني وغيره. نعم. لكن هذه الأبنية لا تكمل ولا تسعد الأمة إلا إذا ابتنت كلها على بناء أخلاقي. نعم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فلا بد من بناء الأخلاق، وبناء الأخلاق والقيم والمبادئ منوط بالمشايخ والعلماء والدعاء. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. معنا على الهاتف فضيلة الدكتور الحبيب جمال المراكبي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. افتقدناك اليوم يا دكتور. الله يبارك فيك. بالنسبة لمجلس شورى العلماء يا دكتور. نعم. الذي فضيلتك فيه، هل مجلس شورى العلماء سيصدر بيانات والمطلوب من الناس من الجماهير أن تقرأ هذه البيانات وتكون ملزمة لهم أم أنها مرشدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. بداية تحياتي لك أخي العزيز وبالدعاء والعلماء المكرمين بارك الله فيهم، افتقدتهم كثيرا، ولكني والله أنا أحدثك الآن والميكروفون أمامي في محاضرة عامة، وكان نفس الصوت يبقى أعلى من كده لأن إخواننا هنا في سفاجة يحبون أن يسمعون أصواتكم جميعا. بداية مجلس شورى العلماء، الفكرة التي توافرنا عليها جميعا بفضل الله وبمنته وتوفيقه كتلبية لمطالب يحتاج إليها الناس في زماننا هذا بعد المتغيرات التي حصلت بعد الثورة. نعم. الناس يحتاجون إلى استفتاء أهل العلم. نعم. وسؤال أهل العلم ومشورة أهل العلم في مسائل كثيرة تتعلق بالأحداث الجارية، وما هو الأفضل وما هو الأليق وما هو الأنسب، ولا يجد الناس مثل الدعاء ليسألونهم. وكان أمامنا خيارات، إما أن كل داعية يتكلم بما يوفق إليه أو يحلو له، وإما أن نتشاور، والحمد لله اجتمعنا وتشاورنا، وكان من جملة أو من نتائج هذا الاجتماع وهذا التشاور هذا المجلس المبارك مجلس شورى العلماء. وهناك أيضا مجالس أخرى وتجمعات أخرى ندعو الله عز وجل للجميع بالهداية والتوفيق، لكن إحنا كان توافقنا واختيارنا لهذا المجلس أن إحنا نكون مجلس شورى بحق، مجلس استشاري يسألنا الناس، يرجع إلينا الناس، نفتي الناس في مسائل دنيوية بما يغلب على ظننا أنه يحقق لهم المصالح ويسرأ عنهم المفاسد. ولهذا كان في أول بيان من بياناتنا أن إحنا أعلننا أنه لا مانع الآن بعد التغيرات الحديثة من المشاركة سياسة برلمانية أو حتى على مستوى الرئاسة، لكننا أيضا آثرنا كمشايخ وكدعاة ألا ندخل بأنفسنا في هذا العمل. نعم. لكي نبقى دعاة، لكي نبقى مرشدين. نعم. لأننا إذا دخلنا كفصيل تحيزنا وتميزنا، وصار الناس يعاملوننا كفصيل له ضوابط خاصة، قد يعادينا البعض وقد يجاملنا البعض وقد ينتصر لنا البعض، لكن إذا بقينا في صورة المعلم والداعي والمرشد لي الصورة التي أرادها الله لأنبيائه ورسله وللعلماء من أتباعهم، نحن اخترنا ذلك، واخترنا أن نكون ناصحين للحكام والمحكومين سواء بسواء، لنؤدي واجب النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه البيانات التي نصدرها بيانات عملية، يعني نناقش فيها وقائع، نناقش فيها مسائل. نحن تكلمنا في مسألة الاستفتاء وأرشدنا الناس دون أن نقول للناس هذا حلال وهذا حرام، وإنما هذه مسألة من مسائل الدنيا، مسألة من مسائل المصلحة. تكلمنا في مسائل دعم أصحاب القرار اليوم لتخرج البلد من هذا النفق المظلم ومن عنق الزجاجة، لتنطلق أمتنا المصرية ثم أمتنا العربية فالإسلامية إلى ما نرجو لها. بنتكلم الآن في قضايا وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وما هي آليات هذا التطبيق، وما هي الخطوات التي نتخذها ويتخذها المرشحون سواء للمجالس النيابية أو للرئاسة في سبيل الوصول إلى هذا الهدف الذي نرجوه جميعا ونقصده جميعا. بنتواصل الآن مع كل التيارات ومع كل الجهات، وقلنا إننا لن نختار إلا الأصلح، ولن نوجه أبناءنا وإخواننا إلا لما نراه الأصلح، ولن نطلب منهم أن يتابعونا وقد أغمضوا أعينهم وصاروا خلفنا عميانا، لأننا نريد منهم أن يتابعونا بعقل وأن يتابعونا بقلب وأن يتابعونا بوعي وأن يتابعونا بفهم، وأن يردونا إلى الحق إذا أخطأنا، وأن يناصحونا إذا وجدوا ما شاء الله أنهم يحتاجون إلى مناصحتنا. هذا هو الذي نسعى إليه، وهذا الذي
نرجوه وقد توافقنا عليه جميعا، وهو ليس قرآنا ولا سنة، وإنما هو اجتهاد، والاجتهاد قد يتغير وقد يتبدل بحسب ما نرى فيه من المصالح وما نرى فيه من المفاسد. والحقيقة أنا لا أريد أن أخذ من وقت المشايخ أكثر من هذا، ولا أن أخذ من وقت إخواني هنا في محاضرتي أكثر من هذا، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقكم وأن يديم توفيقكم أمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحقق على أيدينا وعلى أيدي كل مصري ما يصبو إليه أهل مصر وما يصبو إليه المسلمون في كل بقعة من بقاع الدنيا. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم جميعا. جزاك الله خيرا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور جمال المراكبي على هذه الكلمات الطيبة خيرا. لكن من ضمن كلام فضيلة الدكتور جمال المراكبي شيخ جمال أنه تكلم على أن المجلس أصدر بيانات، فهل هناك بيانات صدرت عن المجلس وما هي؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، صلى الله عليه وسلم. بداية أقول أن كلمة شورى أصلا يعني رجعت إليها في القاموس فوجدت أن شار يشور يعني يجمع عسل النحل من خلاياه ومواضعه. الله أكبر. وكلمة شورى يعني العسل المجتنى. نعم. فإذا اجتمع العلماء فإنهم يجمعون يعني لب الفتاوى ولب الآراء والآراء الملقحة التي يعرضونها على الأمة، فهي كلمة مباركة. كلمة الشورى أو مبدأ الشورى إذا وجد في أمة وجد العدل ووجد احترام مشاعر الناس وتقدير آرائهم ووجد النضج الفكري والتلقح بين الأفكار ووجدت البركة والتوفيق في الأمر الجماعي، فيد الله مع الجماعة. وهذا العدد الذي نراه في مجلس الشورى لا شك أنه كما أشار نبينا صلى الله عليه وسلم خير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذا المجلس لا شك بينظر إليه أهل مصر خاصة بعين الاعتبار. والله قبل كل اجتماع تأتينا أسئلة كثيرة وصعبة ونجلس ونتشاور فيها فعلا، نعم، ونخرج منها بتوصية. من الذي كان يتوجه إليه هؤلاء الناس إذا لم يكن مجلس الشورى؟ فنسأل الله أن يبقيه وأن يديمه وأن يوفقه ويسدده. وهناك بيانات كثيرة فعلا بتخرج في كل مرة نخرج من الاجتماع ببيان يصاغ عن المشايخ جميعا، نعم، سواء في الأمور الخاصة بالدعاء، سواء في الأمور التي تخص مصر وأمنها، نعم، اقتصادها، الأمور التي تخص السياسة. كم بيان نفسها خرج يا فضيلة الشيخ؟ نعم، كم بيان خرج الآن؟ خرج 5 بيانات عن 5 اجتماعات، نعم، حضرها المشايخ. العناوين البيانات، البيان بيتكلم كل بيان أول بيتكلم واحد عن نقاط كثيرة. كل بيان بيتكلم عن نقاط كثيرة. فمثلا عندنا البيان الأول في ملخصه كان من أيام التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، فكان كل الناس بتسأل، فكان لا لابد للمجلس من أن يقول كلمته في هذا أول الأمر بيان. والحمد لله استفاد منها المسلمون. الثاني تكلم عنه، هناك بيان ثاني صدر بعده وكان هذا في إبريل جمادى الأولى، وهذا البيان تكلم عن أن الإسلام دين شامل لأن بدأت الحرب على الإسلام، فتكلم المجلس عن أن الإسلام دين شامل يشمل جميع مناحي الحياة التعبدية والعقائدية والسياسية والاقتصادية والقانونية، والحمد لله أنه غير محصور في الأمور العبادة فقط، ليس محصورا نعم في هذا، وإنما الإسلام دين شامل وسياسة. وكلمة السياسة وردت في عمل الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، البيان تسوسهم يعني تقودهم وتحكمهم، فالحكم سياسة والسياسة من الحكم والحكم من الدين. فأيضا كان البيان بيخاطب الجماعات الدعوية على الساحة أن يكثروا من الكلمات المطمئنة للناس
مسلمهم وكافرهم، مسلمهم وغير مسلمهم. فكل من يسمع عن الإسلام لابد أن يطمئن، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، سواء من داخل مصر أو من خارج مصر. فهذا الأمر كان أيضا يركز عليه البيان، أن يكون خطابنا مطمئنا للناس. أيضا هناك بيان ثالث، هذا البيان ركز على الأحداث التي جاءت في إمبابة وغيرها. كان هناك أحداث مؤسفة لا شك، وكان لابد أن المجلس يعطي رأي فيها، واستنكر هذه الأحداث وأمر ودعا القضاء بأن يأخذ كل واحد حقه، وأن يقف كل إنسان عند حد في هذه الأحداث، لأننا لا نريد الفوضى في مصر. والحقيقة فعلا كل من كان وطنيا ينبغي فعلا أن يساهم في بناء هذا البلد، وبناء هذا البلد لا يأتي بالأفكار الهدامة وكثرة الجدال. والحقيقة العمل الآن أقل من الكلام، الكلام كثر والإعلام كثر فيه الكلام، والعمل قليل، وإن كان من عمل فهناك أعمال تقريبية، لكن ينبغي أن يضع الناس أيديهم بعضهم في يد بعض حتى ينهضوا بهذا البلد. وكذلك يعني حدد المجلس موقفه من الدعوات، كان هناك دعوة للخروج بالمسلمين والتجمع سموها اللي هي الخروج للغضب الثاني، تحرير القدس، جمهرة، مجرد جمهرة لتحرير القدس. فالمجلس أبدى رأيه فيها وبيّن أن يعني تحرير القدس لا يكون بمثل هذا. وكان قديم قال بعض الرؤساء يعني ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. فإذا كان اليهود أخذوا بلدنا بالقوة، فهل بمجرد أن احنا نقف ونقول لهم أعطونا بلدنا، هل سيعطوننا هذه البلاد وهم لا يزالون يطمعون في حدود كثيرة من الفرات إلى النيل؟ أيضا كان هناك بيان رابع، وهذا البيان يعني اتكلم عن كثرة الاعتصامات الفئوية. والحقيقة فعلا والله هذا شيء محزن ومؤسف، ان كل واحد بيقول لك اذا ما اتكلمتش النهاردة مش هاخد. يا جماعة ان الله هو الرزاق، لا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله. البلد الان محتاجة الى معاونة، والمجلس اشار فعلا وتكلم في المرة السابقة ان يعني سنتواصل مع قيادات البلد بحيث ان احنا نعرف كيف نسدد ديون هذا البلد ونعاونها اقتصاديا. وانا يعني باسم المجلس، المجلس تكلم في هذا الامر بحكم يعني انني منسق فيه، بندعو كل من عنده امكانية اقتصادية او حقوقية او دعوية، كل من عنده امكانية يستطيع ان يتواصل مع المجلس فيها يتصل ويدعمنا. قال الله تعالى وتعاونوا إيه؟ على البر والتقوى، وهذا من البر والتقوى. فالمجلس دعا أهل مصر ألا يقفوا مثل هذه المواقف الاعتصامية، لأن هذا يعطل الحركة، هذا يجلس أمام القطارات، وهذا يجلس أمام الناس في طرقتهم، وهذا إضراب يوقف العمل. والبلد يعني فعلا محتاجة، البلد الآن كالجسم المريض الذي يحتاج من يقيمه، من يقيمه ويوقفه. البيان الخامس والأخير كان في الأسبوع قبل الماضي، كان في يعني 15 يونيو 13 رجب. هذا البيان يعني كان تكلم على الحكومات التي بتقاتل شعوبها، وركز على هذا الأمر، وأن يجنبوا بلادهم التمزق والتفرق، لأن هذا شيء فعلاً يتعارض مع الإنسانية وحقوق الإنسان. جزاكم الله. يعني هذا ملخص للبيانات، والبيانات منشورة على الصحف وعلى النت وعلى المواقع الإلكترونية الكثير، يرجع إليها بس بكلمة على جوجل يقال مجلس شورى العلماء البيان الخامس أو الرابع أو حسب ما يريد يجد هذه البيانات. جزاك الله خيرا شيخ جمال. معنا على الهاتف أستاذ محمد السجيني أحد مذيعي القناة اللامع. اهلا وسهلا بك استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ علاء؟ الله يكرمك استاذ محمد. اولا ارحب بفضيلتك وارحب بالساده العلماء الافاضل، جزاهم الله خيرا. اقول لكم جميعا والله لقد اضاءتم حياتنا، وانتم المصابيح التي تضيء درب حياتنا، وانتم الساده وانتم العلماء وانتم مصابيح هذه الامه.
والحقيقة أنني فضلت الشيخ علاء والله العظيم سعدت كثيرا حينما رأيت هذا الجمع الطيبة من العلماء على شاشة الرحمة، وفعلا قد أضأتم هذه الشاشة المباركة، ووالله العظيم لقد قمت وتوضأت وصليت ركعتين شكرا لله عز وجل أنني رأيتكم أيها السادة العلماء الذين أنرتم حياتنا. والحقيقة أنني باسم حضرتك الشيخ علاء وباسم كل فرد في قناة الرحمة كنت أتمنى والله أن أكون مع حضرتك في هذا اللقاء حتى أشرف بلقاء السادة العلماء الأفاضل، وبالنيابة عن جميع أفراد وأسرة قناة الرحمة. سبحان الله، ألهمني الله سبحانه وتعالى أن أكتب كلمات هي وليدة الساعة، يعني هذه الكلمات كتبت خلال هذا اللقاء الذي يعني لم يمضي عليه أكثر من ساعة وعدة دقائق، والكلمات بعنوان منهجنا. فتسمح لي يا شيخ علاء أهديها لحضرتك وأهديها للسادة العلماء الأفاضل. نحيي كل من حضروا، جزاكم ربكم خيرا، أمين. بكم يزدان مجلسنا عبيرا كان أو زهرا، بكل الحب صحبتكم تعالى ذكركم دهرا، وقرآن لكم نور وجائزة لنا كبرى، وأنتم للورى فخر تسامى حفلنا فخرا. نحيي كل من حضروا، أضأتم أرضنا مصر، نحيي كل من حضروا، أضأتم أرضنا مصر، حبيتم خير منزلة وأعلينا لكم قدرا. كتاب الله منهجنا، أقمنا حفظه ذكرا، ونحيي ليلنا دوما ويبقى ديننا بدرا. وآيات تعلمنا بأن الله قد غفر، رحيم أنت يا ربي جعلت الحق منتصرا، لأجل العلم غايتنا نجوب السهل والقفر، ويوم البعث لا ننسى بذلنا دونه العمر، وأسلمنا لبارئنا وقاومنا به الكفر، نطيع الله خالقنا ونعبد ربنا جهرا. والأبيات بعنوان منهجنا يا فضيلة الشيخ علاء. جزاك الله خيرا، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الدكتور عبد الله شاكر وفضيلة الشيخ وحيد بالي وفضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم الإسكندرية. الخير كل الخير في اتباع من سلف، نعم. والشر كل الشر في اتباع من خلف. وفضيلة الشيخ الحبيب جمال عبد الرحمن وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، ربنا يحفظهم ويبارك فيه. وشكرا جزيلا على هذه المداخلة، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ننتقل للدكتور سعيد عبد العظيم، لأنني علمت أن مجلس شورى العلماء من جهوده أيضا أنه يوحد الكلمة ويجمع الشمل، خصوصا مع الهجمات الليبرالية والديمقراطية على أتباع هذا المنهج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمح لي أذكر بعدة مسائل. أن الهجمات مردودة على صاحبها لأنها تمت دون وجه حق، مع مزيد من الظلم والبغي الذي عانينا منه. وكان الواجب على الليبراليين والعلمانيين أن يأخذوا الدرس من النظم البائدة، على البغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر بئرا لأخيه سقط فيها، والظلم ظلمات. ولذلك من الآيات البينات أن ولله الحمد الدعوة والإسلاميين وإخواننا الأفاضل العلماء ودعاء إلى خير، يعني مزيد من التفاف الناس حوله. اللهم لم ينفض الناس عن طاعة الله ولا عن دين الله ولا عن الإخوة الدعاء، بل مزيد من الالتفاف، مزيد من المحبة. اللهم لك الحمد. فهذا نحمد الله تبارك وتعالى عليه.
بالنسبة للمجلس نعم لا يعبر عن إجماع، نعم، ولكن هو اجتماع كله خير وكله نعم بركة، ليس هو بالإجماع بالمصطلح الشرعي الفقهي، نعم، وبالتالي حتى لو خالفنا البعض لا بأس بذلك، حسبنا أن نبلغ ما اجتهدنا فيه وما نعم توصلنا إليه، ونصيحة نزديها. ونحن عندما نتكلم على التظاهرات مثلا أو تعطيل وسائل الإنتاج أو الناس اللي حاولت الوصول لغزة أو حتى الوقفة مليونية لتطبيق الشريعة، لا، نحن نثمن بلا شك ونقدر من يطالب بتطبيق شرع الله، نعم، من ينصر إخوانه المسلمين هنا وهناك، فهذه مسألة طبعا سالمة عن كل معارضة، ولكن بنتكلم على الوسائل، هل هذه الوسيلة نعم تحقق الخير مثلا والصلاح أم تجر مثلا شرا وفسادا، نوع من الاجتهاد، وكما ذكرنا ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه، نعم، وحسب الدنيا كما ذكرنا أن تأخذ الدرس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مع الصالحين الطيبين، ولا بد من إحسان الظن بهم، ولا بد من توقيرهم واحترامهم حتى وإن خالفناهم، نعم، حتى وإن خالفناهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر أغضبتهم، رغم أنهم قالوا كلمة شديدة لأبي سفيان، يعني قالوا لم تأخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها، ورغم ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أغضبتهم، لئن أغضبتهم لئن أغضبت ربك، فما بالك بعالم مجتهد ما عنده نظر، حصل أدوات الاجتهاد، وجزاهم الله خيرا. كنا بنتكلم عن لم الشمل ووحدة نعم الكلمة، نعم، فالمجلس تعبير، والسيف أصدق وأنباء من الكتب، يعني نعم تشكيل المجلس ما احتاج لمزيد بيان مثلا ورد، وخصوصا بيأتي في وقت الدنيا بتسعى لتكتلات ولتجمعات، الاتحاد نعم الأوروبي، أمريكا بتزعم أنها صاحبة النظام نعم العالمي، اليهود حيقيموا دولة عالمية، الفاتيكان، فنتزرزم ونتفرق تأبى لمحو إذا اجتمعنا نعم تفرقا، وإذا افترقنا تكسرت آحاد، أبى الإسلام ولا أبى لي سواه، فما بالك بناس من أهل السنة والجماعة، نعم، يعني والله الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية مع المشركين نعم قال لا يعطونني خطة، وأقسم نعم بالله يعظمون بها حرمات الله إلا وافقتهم عليه، نعم، فكيف لنكون يدا واحدة أن نسمع من بعض، من أن نسمع عن بعض، لا يصح أبدا أن نتعامل بالمنهج الأمريكاني، من ليس معنا فهو علينا، نعم، لا، الكل على ثغر من ثغور الإسلام، الله يحذر أن نعم يؤتى الإسلام من قبلي. فلملمة الشمل ووحدة نعم الكلمة شواهد كثيرة والله الحمد نعم موجودة، إخواننا يعني في لجنة الحقوق والإصلاح، وثيقة الشرف الدعوي، رابطة علماء المسلمين، الدعوة السلفية، التواصل موجود، والدنيا أشبه بجهاز صغير، نعم، يعني كان قرية صغيرة صارت حجرة صغيرة، اليوم الدنيا صارت أشبه بجهاز صغير، فأن نكون يدا في تكتلات اليوم، نعم، في تمايز، الناظر في واقع الأمة حيجد نوع من التمايز، يعني فعلا الأمة بتقول إلى معسكرين، نعم، كنا ندعو نعبد الدنيا بدين الله، نوحد الأمة على كتاب ربها وعلى سنة نبيه، ولكن حدث أن العلمانيين والليبراليين والشيوعيين وكأنهم كونوا معسكر، فصارت الصورة فيها تمايز، نعم، معسكر بيطالب بالرجوع لدين الله بتطبيق شرع الله، نعم، ومعسكر بيصد عن سبيل الله بينفر من دين الله جل وعلا، فكون ان نكون يدا واحده، نعم، ان ارسلنا برسائل طمأنه للنصارى وللصوفيه دون تغيير، نعم، او تبديل في دين الله، اتهمنا وثبتت نعم البراءه، وانا اقول الموقف التلمس البراءه، وخصوصا لو صار منهج حياه ومع من ينفر من دين الله مسلك ضعيف، نعم، نحن نهاجم بدين الله نعم أعداء الله، نعم، لا بطح على أدمغتنا، لا شيء في شرع الله نتوارى به خجلا، كل شيء واجب أو مستحب
بنعتز به في دين الله جل وعلا. نعم. والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. فالواجب علينا أن نعبد الدنيا وأن نرجع لمنهج. نعم. الأنبياء والمرسلين إن كان بداية الأمة ونهاياتها توحدت على هذا الدين، فالواجب علينا أن نهتف بدعوة الإسلام دون تغيير أو تبديل، بل حتى لا نقبل أن الإسلام أو الدعوة تنحصر في حزب، هذا غير مقبول. نعم. هذا مرفوض. الدعوة ماء. نعم. والحزب شراب، هذا شراب ممكن. نعم. يتناوله فلان أو علان، أما الماء يتناوله كل إنسان. نعم. الماء طهور والشراب طاهر. نعم. لا بأس. فالدعوة لا يمكن أن تختزل، وكان في مشاكل اقتصادية وسياسية، ورغم ذلك ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمنهج الذي تتوحد عليه الأمة هو منهج التوحيد. نعم. منهج التوحيد قبل توحيد الكلمة، ووحدة الفكر قبل وحدة العمل، ونرجع للكتاب والسنة، سنكون يدا واحدة على عدو الله وعدو إن شاء الله. بارك الله فيك فضلت الدكتور. وإخواني وأخواتي، فاصل قصير ونعود إليكم بمفاجأة إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.